بايثون. هنكمل في كورس بايثون بتاعنا. المفروض النهاردة محاضرتنا تتكلم عن الفايل في البايثون. قبل كده عرفنا في محاضراتنا احنا ليه بنستخدم الفانكشن، ليه بنستخدم ليست، ليه بلجأ للديكشنري. كل الحاجات اللي انا بستخدمها في البايثون عرفنا احنا بنلجأ لها ليه. طيب الفايل بتاعي انا هلجأ له ليه؟ وبعدين فايل ده اصلا هو هل هو بايثون فايل ولا فايل من نوع تاني؟ مبدئيا كده الفايل هنا هو مش بايثون فايل، لا ده فايل من نوع تاني، اما هيكون تكست فايل او هيكون اكسل وورد ايا كان نوعه ايه، بس هو مش بايثون فايل. يعني ايه؟ يعني انا مش بكتب جواه سطور كود، انا بكتب جواه داتا بتاعتي. معظم الافكار بتاعت المشاريع اللي انتوا قدمتوها كانت عبارة عن داتابيز بتاعت مستشفى، بتاعت كلية، بتاع شركة، مصنع، بتاع بروجكت معين. كل الداتابيز دي الناس لو كانت فكرت على المدى البعيد انا هلجأ لايه في البايثون علشان اعمل البروجكت بتاعي واشغله وتطلع حاجة محترمة، كان هيعرف ان هو هيلجأ للفايل. ليه؟ لان انا عندي الداتا بتاعت هيكل كامل، بتاع شركة، بتاع حاجة كبيرة، انا محتاجة اخد كل الناس اللي فيها معلوماتهم كلها، كل البيانات بتاعت كل الناس، واروح جاي حطها جوه الفايل. والله بقى اقدر عن طريق اي لغة برمجة اشتغل على الفايل ده. عندنا هنا في البايثون حضرتك تقدر تضيف، تقدر تمسح، تقدر تعدل، تدور على حاجة، تقدر تشتغل على الفايل بتاعك زي ما انت عايز. يعني هنا دلوقتي انا بلجأ الفايل لي علشان اسيف الداتا بتاعتي. عندي داتا كتير ومحتاجة مكان معين اسيف فيه الداتا وعلشان اقدر اشتغل عليها بعدين. والله همسح، هكتب، هدور على حاجة عن طريق اي لغة بقى انت محتاج تشتغل بيها. هنا عندنا في مين في البايثون هنشوف ازاي احنا بنشتغل على الفايل. ايه الانستراكشن بتاعي اللي من خلاله اعرف ان انا هنا هشتغل بفايل؟ ده الانستراكشن بتاعي، ده سطر الكود اللي انا اكتبه، ده شكله اول ما اكتبه جوه البايثون عندي يبقى هنا انا هشتغل على فايل. اول جزء عندي اللي هو الفايل هاندلر فاريبل، ده الفاريبل ده عبارة عن اداة عن طريقها انا باكسس اي حاجة جوه الفايل، بشغل الفايل. يعني عايزة اكتب جواه عن طريق ده، عايزة امسح عن طريق، عايزة اضيف، ادور على حاجة عن طريق مين؟ الهاندلر بتاعي. تمام. طيب دلوقتي انا عرفت انا هشتغل ازاي. طب انا عايزة افتح الفايل بقى نفسه، يبقى هنا هستخدم open function. الاوبن دي اللي هتخليني افتح فايل. بعدين هبعت لها ايه؟ هبعت لها اسم الفايل بتاعي والمود. ايه اسم الفايل ده؟ اسم الفايل ده هيكون اما ان انا احط له اسم الفايل بس بالشكل ده، والاكستنشن بتاعي بنتدد اللي هو مثلا كان تكست فايل يبقى txt، كان وورد يبقى دوكس، اكسل ايا كان، يبقى هو ده اسم الفايل. لو انا كتبته بالشكل ده بس، اسم الفايل دوت اي، لازم اكون متأكدة ان الفايل بتاعي ده موجود في الرام فايل. ايه الرام فايل ده؟ الرام فايل ده المكان اللي بيطلع لي فيه البايثون بتاعي. يعني انا شغلت طلع لي الناتج بتاعي هناك، او ده المكان اللي انا سيفت فيه اصلا بايثون فايل بتاعي. لو جيت عملنا ران كده، فادي هنا قال لي ادي الرام فايل بتاعك موجود هنا في السي في اليوزر ندى، هتلاقيه موجود في الحتة دي. لو جينا فتحنا علشان نشوف هل في فعلا تيست فايل هناك، ادي كمبيوتر سي، ادي اليوزر، ادي ندى، ادي تيست فايل. يبقى هنا عمل ايه؟ عمل لي تيست فايل، تيست فايل اسمه تيست فايل في المكان ده. تمام. طب انا مش هكتب هنا، انا حطيت الفايل بتاعي اصلا في مكان تاني، روح على المكان التاني ده وهات العنوان بتاعه. يعني ايه؟ يعني والله انا حطيته هنا، حطيته في بارتيشن تاني في مكان تاني زي ده مثلا، ورحت جايه فاتحه ده وقلت انا هحط بتاعي الفايل بتاعي في المكان هنا، ادي تكست فايل اهو. طيب حضرتك هتعمل ايه؟ هتروح واخد المكان ده كده كوبي، وتروح جاي حاطه هنا كده مكان التست فايل وبرضه سلاش، وتروح جاي حاطط اسمه كمان. يعني هتعمله قبل اسم الفايل هتحط مكانه فين، علشان ما
تتلخبطش، لا حط الفايل بتاعك مكان ما يحط فيه البايثون فايل، الاتنين مع بعض في نفس الفولدر وخلاص. تكتب هنا مين اسم الفايل وبس، ده كان الفايل نيم. طب ايه المود ده؟ المود ده يعني انا فتحت فايل وقلت انا هشتغل بيه عن طريق ايه. طب هتعمل اصلا في الفايل ايه؟ عايز تكتب فيه مثلا، ولا عايز تقرأ منه، ولا عايز تضيف، عايز تعمل فيه ايه؟ ده اللي هو المود. المود اما هيكون رايت يبقى هحط له حرف W حرف بس، او ريد يبقى الار، او ابند يبقى الايه، كل الحروف دي سمول. تعالوا نشوف اول حاجة عندي، مثلا نجرب في الرايت مود. لو انا جيت هنا قلت له انا عندي الهاندلر بتاعي الفاريبل بتاعي، والله انا عايزه افتح فايل، افتح لي فايل ده اسمه تيست فايل دوت تي اكس تي، وانا عايزه اكتب فيه، يبقى هحط هنا بدل الار دي دبليو. لو انا عملت الكلام ده بالشكل ده بس، ما روحتش انا في المكان وعملت انا كرييت للفايل بتاعي، يعني هنا ما روحتش هنا فين في السي، ما روحتش هنا وعملت انا كرييت بايدي، لو ما كنتش انا عملت كده، وكل اللي انا عملته ان انا قلت له بس بالشكل ده افتح لي انت فايل، وقلت له ان انا عايزه اكتب فيه، هو هيروح اوتوماتيك وهو اللي هيكريت الفايل ده في حاله الرايت بس. في حاله الدبليو هو بيروح يكريت فايل لوحده اوتوماتيك لو انت ما عملتوش اصلا. تمام. طيب دلوقتي انا قلت له عايزه افتح فايل اسمه ايه عشان عايزه اكتب فيه، اكتب بقى ازاي؟ انا قلت له انا عايزه بس اكتب، لكن ما قلتلوش انا هكتب ازاي. هكتب ازاي؟ قلنا انا عايزه اكتب بايه، اقرا بايه، اضيف بايه، اشتغل بايه على الفايل بتاعي، قلنا عن طريق الفايل هاندلر ده. يبقى ده عن طريقه انا هقدر اكسس الفايل بتاعي واعمل اللي انا عايزاه. ادي الفايل هاندلر. عايز تعمل ايه؟ انا عايزه اكتب، يبقى الدوت. اول ما عملت دوت طلعت لي كل الفانكشنز الخاصه بالفايل، يعني الفانكشن دي كلها اقدر اشتغل بيها على الفايل بتاعي. انا هعمل ايه هنا؟ انا هرايت، ادي رايت، هكتب بس كتابة داتا. واحنا اخدنا ازاي نكتب داتا؟ اما ان انا كبروجرامر هحط الداتا بايدي كده مثلا، او ان انا اخلي اليوزر هو اللي يحط الداتا. فرضا انا البروجرامر، انا اللي احط الداتا بايدي، واديني كتبت له عايزه احط الداتا دي، وادي المفروض ما طلعليش مشكله. اذا نروح نشوف حط الداتا فعلا وانا لا، ادي تيست فايل حط الداتا بتاعتي. لو جينا المفروض ان هو حط الاربعات الكتير دي، تعال نشوف نحط له داتا تانية. حطينا دي كده مثلا، نعمل ران ده القديم، هفتح التست فايل اللي انا كنت كاتباه اتشال ليه؟ في الرايت لو كان في عندي داتا موجودة في الفايل، وانا جيت هنا قلت له ان انا عايزة اعمل رايت وكتبت تاني داتا، هيعمل ايه؟ هو بيعمل اريز، بيمسح الداتا اللي كانت موجودة في الفايل ويحط لي الداتا الجديدة، يعني بيكونش موجود فيه غير الداتا الجديدة اللي انا لسه حاطاها، اللي هو اول ما عملت ران هو راح كتبها. طب والقديم راح فين؟ مسحه وخلاص. تمام. ده كده ان انا اكتب سطر واحد. فانا عايزه اكتب سطور كتير عادي، ممكن والله تقول له ادي سطر كمان، والله خده واكتب لي حاجات تانية. فايل هاندلر دوت رايت، واكتب هنا تاني وتالت. تمام. لو جينا عملنا رن ورحنا نشوف الفايل تاني، ايه فايل كتبهم كلهم. طب انا عايزاهم لا كل واحد سطر لوحده، خلاص بعد ما تكتب ده قول له انزل لي سطر جديد، يبقى ده زائد سطر جديد اللي هو كام بيكس سلاش ان نيو لاين، ده بلس نيو لاين. عايزه اونلاين، نعمل ران تاني. كتب لي كل واحد سطر جديد.
طب انا دلوقتي في الكمبيوتر انا كتبت سطور اصلا كتير، سطر وسطر وسطر، انا عايزه اكتب حاجات كتير، انا بالجمال هضيف حاجات كتير. في طريقه تانية بدل ما اكتب كل ده، لا حضرتك تقدر تحطي لي كل الداتا بتاعتك دي جوه لسه، وتاخد الليسته دي وتروح تجريها لي. يعني انا دلوقتي ادي عندي لسته اهي، وادي الداتا بتاعتي اهي مثلا. لا ده انا عايزه سطر كمان، يعني كل واحده في سطر لوحدها. ادي اول element اول سطر، ادي السطر التاني، وادي السطر الثالث، لو جيت قلت له فايل هاندلر دوت رايت للليست دي، تعال نجرب كده هيشوف يقول ايه. لا ده زعل، قال لي لا دي ما بتاخدش ليست، دي بتاخد اي حاجه واحده، يعني هو argument بتاخد يا string، هو string ان انا اكتبه لها سطر، ما تاخدش سطور. طب انا عايزه اكتب سطور حضرتك. طب خلاص قول له write lines، انا عايزه اكتب سطور، write lines، تعال نجرب. ما زعلش، نشوف بقى، حط سطور، حط سطور، تمام. ده كده في حياة ان البروجرامر هو اللي بيكتب. طب اليوزر برضه عايز يكتب، الراجل من حقه يكتب والله، يعمل ايه؟ مفيش مشكلة خالص، خلي اليوزر يدخل. هي دي اليوزر، اليوزر عايز يدخل، ادي انبوت، انبوت، وخلي هنا اليوزر يدخل، وخد لي اللي اليوزر هيدخله لي ده ويكتبه لي، مفيش اي مشكلة. بس نيجي هنا، ادي اليوزر دخل، ادي اليوزر دخل. طب اليوزر عايز يدخل حاجات كتير، كل شوية يدخل، عايز اكتب بيانات، انا عايزة احط بيانات بتاعت ناس كتير، هعمل ايه؟ هدخل كتير، خدنا لما اعرف ان في حاجة بتتكرر كتير يبقى كده هلجأ لمين؟ للوب، فور لوب عندي، شوف والله اليوزر بتاعك عايز يدخل قد ايه ودخله. نيجي هنا، ادي فور لوب، فور لاين مثلا، ان رينج، رينج بتاعي يعني شوف اليوزر عايز يكتب قد ايه، فرضا يكتب 3 سطور مثلا، اليوزر هيدخلهم لي واروح كاتباهم جوه الفايل بتاعي. انزل اعمل تاب هنا عشان ده جوه، هو اهو مستني، يوزر مستني يكتب، ادي اهو التاني وايه التالت. نروح نشوف الفايل بتاع الكلام ده اتسجل فيه ولا لأ. ما هذا هو دي برضو كل واحد كل سطر، لا لا انا عايزاهم كل واحد سطر. طيب كل واحد سطر، ادي extension و run تاني. نروحنا هنا شوف الفايل، كتب لي كل واحد سطر، تمام. ده كده كان في السريع اكتب سطر وسطور انا كبروجرامر، اليوزر يدخل سطر وسطور زي ما هو عايز برضو ازاي. طيب ده كان ان انا بكتب، انا عايزه اقرا بقى، يعني كتبته والله وعايزه ادخل، سوري عايزه اشوف الفايل بتاعي، هعمل ريد زي ما عملت رايت بالظبط. عايز تقرا خلاص روح قول له انا عايز اقرا، في مشكلة؟ والله انا عايز اقرأ. عايز تقرأ يبقى لازم يكون في اصلا في فايل عايز تقرأ منه، مش معقول هتديله فايل وهمي وتقول له اقرأ لي من هنا، لا لازم يكون في فايل اوريدي موجود محطوط فيه داتا عايز تقرأ منه، داتا عايز تضيف عليه، عايز تعمل اي حاجة، بس لازم يكون في فايل موجود اول ما هتقول له ريد المود ده موجود، يبقى لازم يكون في فايل مكتوب فيه حاجة، تمام. عايز اقرا مفيش مشكله، اقرا يعني زي ما كتبت كده،
فايل هاندلر دوت، لو قلت له ار ريد ونشيل الكلام ده كله. طب اللي هقرأه لو انا جيت هنا كده قلت له عايز اقرأ وخلاص مش عايز حاجة تاني، اه ما هو قرأ. طب اللي قرأ وراح فين؟ ما انت ما قلتليش اصلا ان انت هتقرأه ده عايز تشوفه ولا لا. خلاص عايز تشوفه اللي معناه اعمل print، طلع لي الكلام ده على الكونسول. ادي print اللي انت هتقرأه. قرأ لي كل اللي موجود فيه. لا طب مثلا حد عايز، انا عاوزة اقرأ اول سطر وبس، مفيش مشكلة. ادي اقرأ لي اول سطر، read line، read line، قرأتني أول سطر. على زي ال write lines، كتبت سطور كتير تقدر تقرأ سطور كتير، كل السطور اللي عندك read lines اهي. برضو هناك كنت بكتبها في صورة list، read lines برضو جابتها لي في صورة list. تمام ده كده انا كنت بقرأ السطور بتاعي. طيب فرضا انا مش انا قرأت، طيب انا كنت عايزة ادور على حاجة معينة، عايزة ادور على داتا محطوطة جوه، داتا دي موجودة اصلا ولا مش موجودة، يعني عايزة ادور على كلمة موجودة جوه سطر. مثلا كان عندي داتابيز بتاع الطالب، بتاعت سوري طلبة، الطالب فلان عمر مثلا، عمر ده موجود في اعدادي، عنده مواد معينة، عايزة اعرف تقدير مادة من المواد بتاعته دي، وكل ده مكتوب جوه سطر واحد. انا هعمل الكلام ده ازاي؟ اولا لازم اقول ان انا عايزه اقرا، والله اللي حضرتك قراته ده هتعمل بيه ايه؟ هدور جواه. ايوه هدور ازاي يعني؟ دلوقتي زي ما كنت بشتغل في الليست، كنت بدور في الليست ازاي يعني؟ عايزه اجيب اللي جوه الليست في حاجه واشتغل عليه، برضو عايزه اجيب اللي جوه الفايل في حاجه واشتغل عليه. طيب اديني جبت اللي جوه فور لاين ان ايه الهاندلر بتاعي، الاداه اللي هي بتخليني اكسس الداتا بتاعتي جوه الفايل بتاعي، تفتحهولي تقفلهولي جيب لي داتا اعمل اللي انا عايزاه. فور لاين ان فايل هاندلر. طيب يعني دلوقتي فتحت الفايل جبت منه حاجة حطيتها في اللاين، السطر بتاعي ده ممكن يكون كلام كتير، فانا دلوقتي محتاجة ادور على حاجة جوه السطر ده. اعملها ازاي؟ ممكن اقوله هنا كده مثلا انا عايزة جزء من السطر، جزء من السطر زي ما كنا بنعمل في التكست كامل، انا عايزه ادور على جزء منه. كنت بتعمل ايه؟ كنت بتاخد التكست ده اللي هو السترينج بالنسبه لي، اخده واروح جاي محولاه ل لسه. بحولها ازاي؟ ان انا بديله فانكشن اللي هي كانت سبليت. يعني انا هقوله دلوقتي ان عندك متغير جديد بيساوي مين؟ بيساوي اللاين ده دوت سبليت اهي. فانا دلوقتي قلت له يعملهولي صورة ليست، يعني المفروض الناتج من هنا ان ان دي هي عبارة عن ليست. طب انا هدور جواها بقى، ممكن اقول له هنا مثلا print، معلش عشان نشوف print ده اهو، ادي الليست الاولى، ليست الثانية، ليست الثالثة، اخد السطر الاولاني حوله لي ليست وراح جاي طبعا. يعني دلوقتي بقى عندي ده السطر الاولاني في لسه، والله عايز ادور على حاجه معينه فيه زي ما كنت بتدور بقى في الليست. والله هتساله الكلام ده موجود هنا ولا مش موجود؟ اف مثلا كنت بدور على 33، والله 33 دي هنا موجوده هنا، اف 33 في مين؟ الان ان دلوقتي والله كانت موجوده، يطبع لي حاجه معينه مش موجوده خلاص. او حالتنا دي خلاص اف ان هو اصلا هو عنصر واحد، برضو الكلام ده موجود جوه السطر زي ما كنت بدور في السترينج، كنت بقوله هاي الحرف ده موجود هنا، الكلام ده موجود في السترينج ده، هقوله برضو هل الكلام ده موجود في السطر بتاعي ده ولا لا. والله كان موجود، print مثلا هاي ايدي هاي مش موجود 55،
مفيش، ما انا ما قلتلوش انت يعمل ايه، فهو خلاص مش موجود. طب انت عندك على حاجه موجوده؟ واحد واحد دي موجود، تمام. ده كده ان انا بسيرش على حاجه معينه. طيب انا دلوقتي دورت وكتبت وقرات عملت كل اللي انا عايزاه. طب انا عايزه اضيف، مثلا جالي طالب عايز ينضاف، طالب جديد كان محول من كليه لكليه وعايز اضيفه جوه الفايل بتاعي، يبقى هعمل ايه؟ هروح جاي اعمله بدل ار دي append، وانا هضيفه يعني انا هكتبه، يبقى عادي جدا هقول له ايه فايل هاندلر ده ويكتب، يكتب لي الحاجه دي وخلاص. ما هو انا هضيف يعني هضيف، هعملها ازاي يعني؟ هكتبها بايه؟ فايل هاندلر دوت رايت. فرق ما بين الاي والدبليو ان الاي بتضيف لي على الداتا اللي كانت موجوده قبل كده، يعني ما بتعملهاش اريز، تفضل موجوده. الدبليو تمسحها، بتعمل لها اريز خلاص كانها ما كانتش موجوده اصلا، لكن ده بتخلي الداتا زي ما هي وتكمل عليها. لو جينا هنا حطينا له الرقم ده مثلا وقلنا له يضيف، المفروض كده نشوف انضاف ولا لأ. انضاف اهو، والداتا اللي كانت موجودة قبل كده زي ما هي، ما حصلهاش اي حاجة، لان انا بقول له كمل عليها، ما بقولهوش يعمل جديد. ده كده في السريع كان ازاي اقرأ، ازاي اكتب، ازاي اضيف، ازاي اسيرش على حاجة معينة. اتمنى تكونوا فهمتوا حاجة. شكرا.